بيك يما، هلا بيكم، هلا انا بزوار الحسين. ماكو روح وطف جل كل جلعه العلم. السلام عليكم مشاهدي فضائية الإمام الحسين عليه السلام، وفي محطة خدمية أخرى على طريق الزائرين، طريق أبي الأحرار أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، الطريق الرابط بين محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. واستوقفتنا محطة خدمية من دولة لبنان الشقيق، وهم يقدمون الأكلات اللبنانية والمشروبات على مدار الساعة. نلتقي وإياكم مع خادم الموكب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله أعمالكم وعظم الله أجوركم إن شاء الله، وهنيئا لشعب العراق كله بهذه المناسبة الذي يتحول فيها كل الشعب إلى خدام لزوار الإمام الحسين. نحن أيضا يعني في البداية نحب نتعرف على اسم حضرتك. أنا محمد الحيدلي، خادمكم إن شاء الله، وأنا القارئ والردود وخادم في الموكب منذ سنوات. قارئ ورادود وخادم الموكب. صحيح، نعم صحيح. حياكم الله. الله يحييكم إن شاء الله. أنتم يعني هذا الموكب فقط لبنانيين أم مشترك بين اللبنانيين والعراقيين؟ كان في جهود من الإخوة العراقيين في إيجاد قطعة الأرض وشرائها وترتيب الأمور الإدارية يعني، بس لا، بالخصوص اللي قاموا بكل هذا البناء وكل هذه الخدمات شباب، مجموعة شباب من لبنان كان لهم نصيب بالزيارة في إحدى السنوات وشافوا الجو عجبهم وحبوا أن يكونوا خدام، فوضعت الخطة وتمت الخطوات يعني شيئا فشيئا إلى أن وصلنا. طيب، طبيعة الأكلات هنا يعني أنتم تقدمون أكلات لبنانية فقط أم أكلات عراقية مشتركة؟ لابد أن يكون الوجبات مشتركة، لأنه يعني الزوار من كافة الجنسيات، ولكن يبقى للنكهة اللبنانية خصوصية. يعني في بعض أشخاص تأتي وتطلب الأكل فقط اللبناني، وفي أشخاص تقول لا، إحنا بس نأكل الأكل اللي متعودين عليه. فنحن نوعنا بين الأطباق، ودائما يعني الأرز والدجاج واللحم موجود وين ما كان ومرغوب وين ما كان، وبعض النكهات اللبنانية مع البهارات مع التتبيلات مع كذا كمان اشتهروا فيها الإخوان هون، وعم تكون مقبولة جدا عند الناس. يعني نشوف الزائر العراقي أو الزائرين الآخرين من البلدان الأخرى يعني معجب بالأكل اللبناني، شوف أكو أقبال يجون يأكلون هذه المناقيش أو العجين أو ما أعرف شو يسموه، الكشك أو شيء. عزيزي، هذه السنة السابعة على التوالي نقدم نفس الأصناف، فأكيد يعني من خلال رؤية الناس وذوق الناس عرفنا أن هاي الأكلات هي المرغوبة وتحب الناس، وبعضها معروف يعني، بعض الأغلب معروف، حتى مثلا البندورة، البصل، العجين موجود، هذا الزعتر موجود، هلا احنا نضيف عليه بعض التفاصيل يعني بتعطي نكهة زيادة، وبالنهاية هي خدمة للزوار. شو مكان الزائر نحن بدنا نقدم له على ذوقه مش على ذوقنا نحن. طيب، انت ذكرت الخدمة هنا التي تقدم الى الزائرين فقط خدام الموكب من لبنان ام هناك يعني اشتراك ايضا؟ حتى يعني معظم الخدام من لبنان، في اخواننا اصحاب الموكب المقابل العراقيين من البصرة بيجوا لعنا، بنكون نحن بخدمتهم دائما، بيساعدونا، بنعمل مشترك، وبكون في كتير ايام بنقدم طعام مشترك لزوارهم لزوارنا، بس الخدم اللي منسوبين الى المضيف هم اللبنانيين. طيب، انتم في اي يوم تبدون بالعمل يعني؟ نحن قبل الاربعينيه بعشرين يوم نبدا بالعمل، يعني من 1-0. من 1-0، من اول صفر تبدا الوفود الخدم، يعني كل يوم بيجي 4-5 خدام، 10 خدام. بيكون في ترتيبات من السنه الماضيه، مثلا احنا السنه الماضيه ما جينا على المضيف، كان في كثير صعوبه ان احنا نرجع نبدا باعاده هيكله الماكينات والقدور والمواد الاوليه وتامينها وكذا الى ليله الزياره. ليله الزياره كلنا هيك بنطبق، بيكون بنسكر وبننزل نزور. طيب، انتم هنا ذكرت الخادمين من خدام الحسين من الرجال، ايضا يوجد لديكم خادمات من النساء؟ لابد ان يكون العنصر النسائي موجود في قسم كبير من الاعمال المطبخيه، شغله الاخوات، وطبعا حتى ما نحرمهم من اجر الخدمه والزياره يكون بيناتنا موجودين.
السنة وكل سنة الإقبال على الخدمة من النساء يكون أكثر، لأنه يعني شغلتهم وبيعرفوا أكثر وعندهم خبرة بالتعاطي وكذا، فنحن إن شاء الله ما بنقصر يعني بوجودهم. عندكم أيضا مبيت للزائرين؟ هذا الصرح طبعا ببركة الحسين عليه السلام وجهود الإخوان المساهمين والمتبرعين. قسم كبير من مقسوم إلى قسمين، نوم منامة للخدم، عندنا منامة للخدام اللي بيباتوا بالمضيء، وعندنا منامة قسمين رجال ونساء لكل الزائرين. طبعا الوظيف يستقبل الزائرين من والزائرات من كل الجنسيات، بيوصلوا بيتغدوا في مرافق صحية وفي منامة للجميع إن شاء الله. طيب الكل يعرف أن الوضع الاقتصادي حاليا في لبنان وصعوبة السفر، وأنتم ما شاء الله تجاوزتم كل هذه العقبات والصعوبات، ويعني جئتوا بلشتوا مثل كل سنة، يعني هذا الشيء مصعب عليكم؟ صار لكم 20 يوم تبذلون المال والجهد. والله الفضل الأول والأخير للحسين عليه السلام ببركة الله سبحانه وتعالى. للحظات ما قبل الأخيرة كان هذا العدد نصه مش جاي، كان هذه المواد نصها مش مؤمن، وحصل هيك بعض الحسرة عند بعض الخدام انه ما حيطلعوا بسبب الاوضاع الاقتصادية، ولكن الله سبحانه وتعالى رجع سهلها ببركة الحسين والاخوة اللي ساهموا واللي دعموا واللي عطوا مال واللي عطوا مواد واللي امنوا حضور الاخوان والفريق كله. طبعا عبر القناة نشكرهم فردا فردا، واجرهم عند الحسين ان شاء الله. بس لا شك ان في صعوبة بهاي المرحلة اصعب من كل السنوات، الحمد لله رب العالمين. ماذا تحب أن توجه كلمة لمولانا الإمام الحسين عليه السلام وأنت خادم للإمام الحسين لمدة هذه 20 يوم أو أكثر، وتبذل الجهد والمال أنت والخدام الآخرين، كلمة لمولاك الحسين عليه السلام؟ السلام عليك سيدي ومولاي، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، علك تقبلنا في كل عام. إذا ما كنا من خدام الحسين فعلنا نكون من خدام زوار الحسين عليه السلام. أسأله أن يتقبل مني ومن والدي ومن كل من أوصاني بالدعاء والزيارة، ولا يحرمنا هذه المواقف المشرفة أن نكون خدما بين يديه وبين يدي زواره. ونرجو من مولاة الزهراء أن تكون هي التي تتقبل ما نقوم به خالصة لوجه الله وللمودة في قرب رسول الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الدموع المباركة إن شاء الله الصادقة ترفع ببركة الحسين إلى السماء. إحنا عرفنا أنه أنت خطيب ورادود أيضا، نحب نسمع شيء بسيط بعد هاي الدمعة. شكرا. أكيد هذه الدمعة هي البركة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسين ومصابه ولجل العين سجابه، وانا اعتقادي بدفترك عنواني، وظنك بيوم الحشر تنساني. يا حسين ومصاب. طيب الله انفاسك وعظم الله لكم الاجر، وتقبل ان شاء الله هذا العمل يعني في طريق ابي الاحرار ويرفع ان شاء الله للسماء. انا اتوجه بالتحيه والشكر والعرفان لقناه سيدي مولاي الامام الحسين الفضائيه، قناه لها جمهور واسع عربي اسلامي شيعي موالي، ولها إقبال في لبنان كثيف. وأنا من حيث متابعاتي يعني للقنوات والإعلام أشوف القناة جدا أسهمها عالية عند الأحبة في لبنان، يعني عند المحبين محبي القناة. وفقكم الله لكل خير، ومشكور على هذه اللفتة نحو المضيف. عسى أن نجدكم إن شاء الله في العام القادم ونلقاكم ونلتقي بكم، ويكون الحال على أحسن حال إن شاء الله، وتقبل الله أعمالكم. أحسنتم، نسأل الله القبول منا ولكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. ولي خالص التحية إلى الشعب العراقي الحبيب، واللي ما قصر أبدا مع اللبنانيين خاصة بظروف الصعبة. تحية لكم جميعا وسلام عليكم. وعليكم السلام. حب الحسين يجمعنا من مختلف البلدان. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وفي محطة أخرى نلتقيكم على الخير. كونوا معنا.
سر الصلاة مشايت عنيتك بأحزاني يا درب النجاة يا سر الوجود يا درب الخلود يا حسينا يا حسينا أنا وقلبي وروحي وخطواتي جينا ببابك نتسابق بالممشى نوروح نبوس أعتابك كلنا بنبضب